أخبار اليوم. يعني احنا بنتاز فرصة مرور 37 سنة على مهرجان القاهرة السينمائي وبنقول له كل سنة وانت طيب، وان دايما في 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 الظروف الصعبة انت بتصر على انك تقام وهتعلم، وعشان تعلن للعالم كله انه مصر بلد الامن وبلد الامان وبلد الجمال، وان احنا في انتظار كل ضيوفنا من جميع انحاء العالم عشان يشوفوا حفاوة مصر بيهم، وعشان يشوفوا ان كل ما يراك حوله وكل محاولات التشكيك كلها محاولات إن شاء الله غير حقيقية وفاشلة أمام هذا الجمال وأمام تماسك الشعب وترحابه للضيوف. قمين على قيام هذا المهرجان بالشكل المحترم ده من أول الدعوات اللي وصلت لنا البيت لدرجة اللي احنا بنتقابل بشكل جميل، والضيوف كمان بيتقابلوا بشكل حلو قوي. بشكر كل الناس اللي هم طبعا الفنانة العظيمة فاتن حمامة كان ليها تجربة معاها فيلم مسلسل وجه القمر، ومسلسل وجه القمر ده هي اللي اختارتني اللي أنا ألعب الدور ده، واتعاملت معاها وكانت إنسانة عظيمة بمشاعرها وخبرتها. الحقيقة كانت تجربة جميلة.